أهلا بكم. في اليوم الثاني والعشرين من الحرب الروسية في أوكرانيا، مدن عدة شمالية العاصمة الأوكرانية كييف، أبرزها مدينة شيرنهيف، تعرضت لقصف مدفعي خلال الساعات الأخيرة طال مباني سكنية عدة. في الشمال الأوكراني وبالذات في مدينة خاركيف المحاطة بالقوات الروسية، احتدمت اشتباكات بين هذه القوات والقوات الأوكرانية التي تحاول صد الهجمات الروسية على المدينة. أما في الجنوب الأوكراني تحاول القوات الروسية احتدام سيطرتها على الطريق المؤدية إلى أوديسا عبر السيطرة على المدن الممتدة إليها. مدينة زابوريجيا جنوب وسط البلاد لم تسلم أيضا من القصف الروسي، بالرغم من أنها تشكل ممرا إنسانيا اتفق عليه مؤخرا. والآن مشاهدينا الكرام نترككم مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية.